مرحبا جميعا، معكم خليل من خليل فلوكس تي في. اليوم يا جماعة رح يكون عنا مواد مع الدايتشن، رح نكون عم نشوف بمدة 17 يوم قديه خسرت وزن، قديه صار مقاس الخسر، نسبة الحرق باليوم، وكل المعلومات اللي شفناها آخر مرة. جايز، وقبل ما تكملوا هذا الفيديو ما تنسوا تنزلوا تكتبوا بالكومنتس قديه بتقديركم رح يطلع وزني. وبما أنه في ناس انزعجت من موضوع الكزورة وحسيتها أنه شي بزهق، رح نتلاقى دغري عند نغم. خبرنا يا خليل، كيف كانوا هال 17 دايز اللي مرقوا؟ اوكي، هلا بال 17 دايز اول شيء الدايت كان كتير منيح، بس في شغله انا حسيتها مشكله فيي، اللي هي انه كنت كتير امرار عم اقفل سناك، عم اقفل الترويق الصبح، وحتى مرات عم اقفل سناكس، فهذا الشيء كان عم يخليني جوع. بس الايام اللي كنت عم تابع فيها كل شيء كنت عم حس حالي انه ما عم جوع، فهو المشكله مش من الدايت، المشكله من الاكل اللي انا عم يعني الوقعات اللي انا عم اقفيها. استنتجت انه لازم ناكل ثلاث وقعات على القليله، واذا بدنا ناخذ خمس وقعات يعني تبقى غدا عشا اثنين سناكس احسن واحسن. 100% كمان جوع وتضل الميتابوليزم عم يشتغل. صح. وشربت مي بهيدي الفتره. هلا بالنسبه لموضوع المي، اول 10 دايز كنت 100% عم جرب اشرب قد ما في مي بين اللترين لثلاث لتر، بس اللي صار انه لاست ويك ما بعرف ليه صرت حسيت حالي عم برجع اقلل كميه المي اللي كنت عم بشربها. اوكي، اذا عم تتضايق من طعمة المي فيك تزيد لقطع حامض بقشرتها، فيك كمان تحط نعناع بصير نوع من الديتوكس فوتك، فيك تحط جنجر طازه، نقصص الجنجر كيوبز الطازه ونحطه بقلب المي، او تخلط الثلاثه. بتكون عم تعمل ديتوكس ووتر بتعلي نسبه الحرق وبتحمسك انه تشرب لانه بتغير لك طعمه المي. وفي ابلكيشن على سمارت فونز هي بتذكر مثل ريمايندر انه تشرب كل نص ساعه او ثلاث ارباع الساعه. هات لهلا نشوف شو صار معنا بال 17 دايز لناخذ الوزن والويست لاين لقياس الخصر. ستة فاصلة أربعة كيلو جايز، عم تتخيلوا؟ ستة فاصلة أربعة كيلو بسبعتاشر يوم، يعني بحدود 370 جرام كل يوم. عن جد جايز أنا انصدمت. إذا في حدا حذر بالكومنتس قد أنا ضعفان، يعني هذا أكيد بكون قرب الفيديو ورجع لورا وكتب بالكومنتس. مش معقول حدا يحصل ب 17 دايز ستة فاصلة أربعة كيلو. عن جد جايز ما بتصدقوا هذا الشيء قد ايه اعطاني بوش. وقبل ما انسى طلع انه سيشن اي سيشن لا، بنشوف نسبة الفات ونسبة الميتابوليزم. وخلينا قبل ما ننهي هذا الفيديو نشوف كيف صار شكل جسمي من 17 يوم لهلا. يلا انا اكيد جايز انه انتم انصدمتوا مثلي. anyway هيك بنكون وصلنا لنهاية هذا الفيديو، ما تنسوا تنزلوا تعملوا لايك وسبسكرايب. باي.